بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. قدرا على الظلم والاحتلال وجرائم المصاعب واستمرارا لخيار المقاومة قررت أن أنفذ عملية استشهادية. لم يبقى لنا خيار آخر للنضال. إسرائيل تعتبر الشراكة والمساواة مع الفلسطينيين في دولة ديمقراطية واحدة راضية بتسوية الدولتين لشعبين، مع أنها تسوية غير عادلة للفلسطينيين السياسي والعسكري. فمرحبا مرحبا بالشهادة.
صفوهم، كان عمري 10 سنين.